السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنصيبو احد الكادر بالكارتون وغنديرو في وسطو الساعه. الساعه هي اللي غنديروها من وسط هذا الكادر. الكادر صيبتو بالكارتون، هذه الساعه نخليو بلاصه ديما الوسط فاش نخشو الساعه. ناخذ العبار ديال الكارتون ونديرو دائره ونديرو الكادر اللي العبار الكادر في الخارج اللي بغينا، بغينا كبير ولا صغير ولا كاري ولا داير اللي بغينا. انا خدت في الاول الكارتون، انا غادي نوريكم الطريقه. هنا فين خليت العبار، هنا خد الكارتون مثلا، كدير قطعت دائرين. هذا واحد الورق نورمال كيكون ورق غليظ، انا لقيت غير هذا عندي رقيق درته، من الاحسن كيكون غليظ كيكون احسن. ولصقت باللاكول ديال البيستولي، هذه لصقت، بقيت غادا كندور ندور ندور حتى لصقت كل شيء. انا غنوريكم واحد الكادر، ها هو مصيبه خاوي. هذا هنا كيجي بحال هذا الشكل هكا، كدور عليها كلها كلها، كندور عليها هذاك قعدت. وهنا هاد هي لابومب اللي كنستعمل في الصباغه، هادي في غري فضي ميتاليزي، يعني كيبري. كاين الغري العادي والغري هذا لقيتو زوين حتى هو، كيعطي هاد الشكل هذا زوين بزاف. فوالا هي هذا اللي صبغتو، من الاحسن صبغوه في برا لان هذه الريحه في الدار مجهده بزاف بزاف. الا كان عندكم البالكو ديروه في البالكو، ما كانش ديروه في الزنقه. انا درت غير غطيت الارض، فرشت ميكا وغطيته ولصقت وصبغت. وفي الجناب درت هاد الرولو هذا، في هاد الجنب هذا شتي، درت هذا اللي في هاد الاحجار كيعطي واحد اللي في زوين في الضو، كيبان هكا يبري. دورت عليه كله في الجنب، انا فضلت انني نفضل سبقت الفيديو واستعملت هذا صيبته قبل. وهنا في الجناب نرجع لهذا الجناب، كيبقى هاد الديفو في الجناب، هذا الديفو كيبقى، يعني بتغطيو باي حاجه، بغيتو تغطيو بالحجر وحده حده وحده وحده حده وحده، ولا هذا عند لقيتو هذا عندي حجيرات ملاصقين بالخويط. ودرت جوج دورات، الدوره الاولى ودرت الدوره الثانيه على هذا الشكل هذا، ولصقتهم بالبيستولي وباي كولا. انا كتعجبني كولا الساخنه ديال البيستولي كتلصق دغيا. ومن بعد كاينين هاد المرايات الصغيورين، هما هادو كيكونوا زوينين، قدروا ديروا اي حاجه. انا لقيت عندي هاد المرايات ودرتهم، لان ملي لقيت عندي المرايات هي فاش فكرت انا ندير هاد الكادر. يعني ملي كيكون عندنا الماتيريال في الدار الادوات كيساعدونا على باش نفكروا نديروا شي حويجات. غنلصقهم هكذا، وحده كبيره وحده غاديين وكيهبطوا حتى لتحت. يعني الا شفتوا هاد الشكل هذا درتو، ولكن ملي بديت كنلصق بان ليا شكل احسن، شكل اخر احسن. انا غنبين لكم في ملي غنلصق. هنا درتهم وحده حده وحده وحده حده وحده، هادو فيهم لاكول اديزيف، فيهم الورقه لداخل اللور كتحيد الورقه كيكون لاصق، هذا ساهلين. هنا شفتو كنت درت الشكل هكا في الفيديو، وملي جبت نلصق جاني شكل اخر في راسي وبدلته. تقدروا ديروا هاد المرايات كيكونوا موجودين، هنا شريتهم من الانترنت. انا نوريكم هنا كيف غير هاد الورقه اللور، هي هادي كنحيدوها صافي وكيلصق. هاي لصقتو بصبعي راه كيبان راه كيلصق صافي، وتحطوه فيما بغيتو فيما بغيتو تحطوه. هادو كيجيو عاوتاني زوينين هاد المرايات من فوق مرايات، كون عندكم مرايا في الحمام مثلا ولا في الصالون ولا في اي بلاصه وكديرو من فوقهم كيجيو زوينين. انا ملي لصقتهم جاني هاد الشكل هذا زوين، يعني بدلت الشكل اللي دار قبل جاني هكا زوين. دابا غادي ندير المرايه نخشيها من الخلف، ها هي وركت عليها حيت خرجت من الفوق. الا لاحظتوا هنا هنا وكاين الديفو، يعني ملي لصقت خرجت المرايه بان ليا واحد الفرق، بان ليا واحد الفرق.
هنا غادي نلصقو بالبيستولي حتى هو. انا خليت هذه الفيديو باش يبان ملي كنبقى غادي نلصق، حيت الاول ما بينتوش، بقاو كيبان لي راسي كندير كوكو. هنايا نبقاو غاديين بالكولا 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 حتى نلصقو توصل للخط الثالث، حيت كاينين جوج قبل، انا درت ثلاثة باش يضرك هذاك الديفو، لان بان لي خويا خويا. تقدروا ديروا الخيط، واحد الخيط القيطان، اي حاجة عندكم في الدار ديروها، ميم الصوف لا كانت عندكم الصوفة ديروا واحد شكل ضفرة ديال ثلاثة مثلا وصبغوها نفس الصباغة اللي درتو في الكارتون، صبغوها نفس الشكل. هيا غنبقى دايرة 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 حتى الأخير صافي، ونقطع هنا هي ساليتو هنايا نقطع كما قلت لكم قبل كده، ما كانوا عندنا الادوات في الدار كيجينا سهله الخدمه صافي. هنا كاين هاد الحجيرات هما اللي غندير في البلاصه ديال السوايع، 12 وحده جوج ثلاثه الى الاخير. هنا غادي نلصق بالحجره بالحجره، هذه اخر لحظه وفكرت فيها. تقدروا ديروا الحجر الالوان ولا حجره كبيره في الذهبي، توا كيجي زوين مع الفضي، ولا ديروا بالالوان اي حاجه. انا فضلت انه يبقى الديكور كله بحال هكا فضي، الحجره كلهم غادي ندور السق حتى الاخير، يعني ملي كنبداو نصايبو في الديكور ديالنا وحنا كينزلو علينا الافكار، غير هي مخصناش نبقاو نزيدو بزاف بزاف بزاف، لان من حد كنزيدو مرات الاشياء كتكون بسيطه كتكون جميله جدا. بقات حجره صافي، الديكور ديالنا هو واجد. الى لاحظتوا في التصويره في الاخير غتشوفوا بان هنايا في الجناب درت واحد البوند بانه بان لي خاوي بزاف، راه هي زدتها في عقيق بيد وفيها واحد الحجيرات. كنتمنى يعجبكم الفيديو، لو عجبكم بارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم، والى اللقاء. شكرا، ما تنسوا الجيم، مع السلامه.